السلام عليكم. ربما تنظم البلدان العربية عدداً لا بأس به من معارض الكتب، وربما يكون مرتادو هذه المعارض كثيرين، ولكن هذا لا يعني ارتفاع نسبة شراء الكتب، وإذا ما ارتفعت هذه النسبة فليس من الضروري قراءة كل ما يشترى. ظاهرة القراءة في الوطن العربي تروي حكاية ود مفقود بين الإنسان العربي والكتاب، وبالرغم من عدم ذكر المصادر في كثير من الإحصاءات والدراسات الدولية والعربية التي خلصت إلى تدني عدد القراء والكتب المقروءة في الوطن العربي، بالرغم من كل ذلك فإن هناك مظاهر مجتمعية قد تؤيد نسبياً تلك الإحصاءات. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نبحث هذا الأمر، سائلين عما إذا كان العرب اليوم حقاً لا يقرؤون، وفي السياق نتطرق إلى معارض الكتاب العربي والدور الذي تؤديه بين المأمول والواقع، قبل أن ينتهي بنا المطاف إلى الحديث عن سبل تعزيز حضور الكتاب في حياة العرب بالرغم من الظروف السياسية والمجتمعية والاقتصادية التي يمر بها كثير من الدول العربية. أهلا بكم. تختلف أهمية القراءة من شخص إلى آخر، فمنهم من يعتبر القراءة وسيلة جيدة ومفيدة للاستمتاع والتسلية بوقت الفراغ، ومنهم من يعتبرها منهجاً للحياة. ولكن القراءة تتعدى حدود المتعة والمعرفة لما لها من فوائد كثيرة تعود على قدرات الإنسان الذهنية وعلى صحته العقلية. حب القراءة غرس في قلوب العرب المسلمين غرساً عميقاً، فأصبح الكتاب أحب إلى أحدهم من طعامه وشرابه، وحرصوا على اصطحاب الكتب واقتنائها وحملوها معهم في أسفارهم، حتى قال قائلهم: أعز مكان في الدنا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. ومع التقدم العلمي وثورة الاتصالات وعصر الإنترنت بدأت تتزعزع أواصر ذلك التعلق بالقراءة واقتناء الكتب، وليس مفاجئاً القول إن القراءة باتت مهجورة لا سيما في أوساط الشباب الذين شغلتهم تكنولوجيا العصر وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي، فأصبحوا يميلون إلى أخذ المعلومة الجاهزة دون التحري عنها وترك القراءة في الكتب لا سيما المطولة منها. طبيعة السياسات الرسمية في أغلب الدول العربية لا تشجع على التصالح مع الكتاب، ما يدفع باتجاه الاستسلام والإذعان للثقافة السائدة. كذلك عدم وجود النهم والحماسة وسرعة الملل وقلة المثابرة والاكتفاء بقراءة المضمون الملخص بحسب الحاجة إليه، كل ذلك وغيره يندرج ضمن أسباب العزوف عن القراءة. ولعل من أسباب تراجع الأمم وانهيارها انحسار القراءة فيها، كما هو الحال في المجتمعات العربية، حيث شكل انعكاساً خطيراً لأزمة الثقافة برمتها، فمعدل ما يقرأه الفرد في أرجاء العالم العربي سنوياً هو ربع صفحة فقط بحسب ما نشرته الأمم المتحدة حول عادات القراءة، بينما تعد شعوب كوريا الجنوبية وفنلندا وكندا من أكثر الشعوب قراءة، الأمر الذي انعكس على عجلة التقدم فيها. القراءة التي تعد أهم وسيلة لاتصال الإنسان بعقول الآخرين وأفكارهم لها أثرها البالغ في تكوين الشخصية، وهي مفتاح الاستكشاف وأداة النضج التي تمنح الإنسان حياة إضافية. للحديث عن موضوع الحلقة يسعدنا الترحيب بالضيوف الكرام. معنا عبر سكايب من مدينة سقارية في تركيا الأستاذ عماد كتوت، رئيس مركز الفراهيدي للتدقيق اللغوي والتحرير، وعبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ غسان علي عثمان الكاتب والباحث، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة بورصة في تركيا أو عبر السكايب أو زوم عفوا من مدينة بورصة في تركيا الدكتور إسلام ماهر عمارة الأستاذ في الأدب العربي والنقد المساعد. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. لو بدأنا من مع الدكتور إسلام في بورصة، دكتور يعني سؤال تقييمي إشرافي استشرافي بشكل عام،
الآن هذا العرب اليوم، هذه الأمة الكبيرة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي على مساحة تربو على 13 مليون كيلومتر مربع، ويعيش فيها نحو نصف مليار إنسان. كيف تقيم واقع القراءة في هذه الأمة اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أستاذنا الكريم، أستاذ جهاد، والأساتذة الأفاضل الحضور في هذا المنتدى وفي هذه الأمسية الندية. ونحن نتحدث عن موضوع مهم، وهو موضوع القراءة وأهمية القراءة ومعارض الكتب. ونحن نودع قبل أو ودعنا قبل يومين معرض إسطنبول، والآن هناك معرض للكتاب في الموصل في العراق، وبعد ذلك معارض أخرى تتوالى في الشارقة وفي غيرها. بعد الجائحة نحن لسنا كما كنا قبل الجائحة، ولكن نحن نشخص اليوم واقعا عن القراءة. القراءة معلوم أن أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. معنى اقرأ مشتقة من القرآن، والقرآن من تلا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي اتبع قراءته. فنحن أمة اقرأ، وأمة اقرأ لا تقرأ. أمة اقرأ هي التي تحدث عنها مالك بن نبي فقال: الأمة التي لا تقرأ تموت قبل أوانها. فالعملية القراءة تحتاج إلى جهد كبير، لأنها عملية اتصال بين المرسل وبين المستقبل، بين الكاتب أو المبدع وبين المتلقي القارئ. هذه القراءة تحتاج منا إلى أن ندرك أهميتها، وأن نبين أن هذه القراءة تخلق مجتمعاً متحضراً واعياً، مجتمعاً مثقفاً ومدمناً شر إدمان على التهام الكتب، بأن يملأ الخزان المعرفي وينفتح على الثقافات الأخرى فيعيش عصره، ويكون قادرا على الانخراط في دينامية المجتمع وفي حركيته وصيرورتها. لكن الواقع الذي نشهده اليوم، نرى أن الجميع عزوف عن القراءة، في هناك عزوف كبير عن القراءة، ولعل الإحصاءات التي بينها في أو بينتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم سنة 2003 تبين أن هناك عزوفاً كبيراً عن الكتاب، وخصوصاً نحن نجد أن يوم 23 هو يوم الكتاب العالمي، يوم 23 إبريل هو يوم الكتاب العالمي. تقرير نشرته منظمة التنمية البشرية في 2003 صدر عن اليونسكو يقول أن المواطن العربي يقرأ أقل من كتاب، وهناك كذلك كل 80 شخص يقرؤون كتاباً واحداً في السنة. في المقابل يقرأ المواطن الأوروبي نحو 35 كتاباً كما ورد في تقريركم قبل قليل. في أحدث تقرير نشر في سنة 2011 الصادر أيضاً عن مؤسسة الفكر العربي، أن العربي يقرأ بمعدل 6 دقائق سنوياً، وأن الأوروبي يقرأ بمعدل 200 ساعة سنوياً. دكتور إسلام، يعني هذه الأرقام، يعني الإنسان العربي يقرأ 6 دقائق في العام، هل هذا كلام منطقي؟ هل هذه الإحصائية تستند إلى معطيات منطقية، معطيات يعني تعكس الواقع على الأرض؟ لا نستطيع أن نقول بشكل دقيق، ولكن هي مؤشر يبين أن هناك بعض المؤشرات، يعني من خلال الدراسات التي تجرى في مثل هذا المجال، ولكن لا نستطيع التعويل عليها كثيرا. لكن من الملاحظ أن هناك عزوفا عن القراءة، نحن نفتقد في زماننا هذا، نفتقد كثيرا من الأمور. فأصبحنا في عصر السرعة، عصر العولمة، عصر الهواتف الذكية، الهواتف النقالة التي غزت أسواقنا وبيوتنا. أصبحنا في عصر السندوتشات وتيكاوي، وعصر تحركه دفة السوق والاقتصاد ولقمة العيش والبحث عن الغنى والثراء، ولا تتجه الأمة إلى الفعل الثقافي. هذا أمر خطير، مؤشر خطير. لو عدنا إلى الوراء قديما لنجد أن عصر أبي تمام مثلاً، وكان العصر العباسي، نجد أن في هذا العصر كان أبو تمام صنع حماسة يرضي بها ذائقته، وهي الوحشيات، الحماسة الصغرى، حيث يعبر بها عن مذهبه في المولع بالمحسنات البديعية، ومذهب آخر وهو الذي يعبر فيه عن الجمهور وذائقة الجمهور، فصنع لهم الحماسة الكبرى، لأنه يعبر عن جمهور عريض وقطاع عريض يريد أن يقرأ
هناك فعل ثقافي، هناك حركة ثقافية. لو رجعنا إلى العصر العباسي أيضا نجد أن حركة التأليف والترجمة، وأن المسلمين استطاعوا أن يهضموا ويستوعبوا كل هذه العلوم التي كانت في عصرهم وأن يتلاقحوا مع هذه العلوم، ثم إنهم أضافوا إليها ونقحوها وعدلوها ونقدوها، فكان هذا نوع من الامتزاج والمصاهرة بين هذه العلوم وبين الشعوب وبعضها. طيب لو ذهبت إلى الأستاذ عماد وهو معنا في سقارية، يعني تحدثت التقارير الدولية وكلها تقارير أممية عن نسبة متدنية جدا، أن العرب يقرؤون معدل 6 دقائق في العام، وهذه المصادر حقيقة، هذه الدراسات لم تستند إلى مصادر دقيقة يعني تؤكد هذه النسب المخيفة، بغض النظر عن صحة هذه من عدمها، هل وقد ذكر الدكتور إسلام عمارة عن موضوع الزمن الذي ولد فيه وعاش فيه يعني عبقري الشعر العربي أبو الطيب المتنبي، هذا يقودنا إلى السؤال عن مقاربة النظام السياسي أو الأوضاع السياسية ونسبة القراءة. قبل ذلك هل توافق على هذه الإحصائيات الدولية، ثم بعد ذلك إلى أي مدى مسؤولية القراءة ارتفاعا أو هبوطا مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والسياسية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم جميعا ورحب بالضيوف الكرام. أنا لأنه عملي في التدقيق اللغوي ففي أشياء لا يجب أن تمر هكذا، يعني في أشياء لازم إحنا نكون دقيقين فيها. يعني أولا مثلا موضوع الإحصاءات، هذه الإحصاءات رميت هكذا، لكن وين أساسها هذه الإحصاءات؟ يعني على أي أساس بنيت هذه الإحصاءات؟ مصادر هذه الإحصاءات متى جرت؟ على من طبقت؟ وكما قلت ما الأساس العلمي الذي انتهجت؟ على سبيل المثال ما في أجوبة. وفي سؤال أكبر، سؤال أعظم، أنا الدكتور ذكر أنه فنلندا وكندا أعتقد وفي دولة ثالثة ذكرها التقرير، فنلندا وكندا وكوريا. نعم، أنا أمامي تقرير يقول أنه الأوروبي أولا والإسرائيلي ثانيا، في تقرير يقول لك الهندي أولا، في تقرير يعني فهمت على القصد من الفكرة. فأنا بدي أسأل هذه الإحصاءات، هذه أعطونا الأسس تبعتها. والسؤال الأبرز في الموضوع، عن أي قراءة يتحدثون؟ يعني هذا سؤال مهم جدا، هذا هو السؤال المركزي. هم يقولون مثلا أنه كما هو أمامي 80 عربي يقرؤون كتابا واحدا وأوروبي واحد يقرأ 35 كتابا. طب السؤال إيش نوع الكتب؟ ما نوع هذه الكتب؟ طب قبل أن نتحدث عن نوعية الكتب، لكن أستاذ عماد أنت تنقض هذه الأرقام، يعني أنت ترى أن القراءة في الوطن العربي بحالة جيدة؟ لحظة، ما أنا جايك واحدة واحدة. تفضل. أول شيء أعطونا الأساس الذي بنيت عليه هذه الإحصاءات، يعني أعطونا كيف وين أين جرت؟ وكما قلت ما الأسس العلمية التي بنيت عليها واستندت إليها؟ الإحصاءات لها أسس علمية المفروض. الحاصل بدي أعطيك بس فكرة عن الموضوع، الأوروبي يقرأ 35 كتابا، هذه إحدى الإحصاءات. جيد؟ جيد. متوسط أي كتاب كم صفحة؟ متوسط أي كتاب كم صفحة؟ معلش أنا بديك تشتغل معاي، يعني قل لي كم صفحة؟ تفضل، وإن كنت أنا الذي أسأل لكن لا بأس إذا قلنا 250 صفحة، تفضل. لا لا لا، خليها 150. طيب 150، إذا عندك آلة حاسبة ضرب لي 150 في 35، نعم، أضربهم في السنة، قسم لي إياهم على الأيام، يعني في اليوم كم صفحة يقرأ الأوروبي؟ هذا على أساس 35 صفحة، عفوا 35 كتاب، كم صفحة يقرأ في اليوم؟ 10 صفحات؟ نعم. طيب يعني أنا ليس حديثنا أستاذ عماد عن الإنسان الأوروبي، لكن فاهم يعني حتى نصل إلى نقطة الحديث بشكل ما. تفضل. اللي بوصل لك إياه، إذا كان الكلام عن فعل القراءة فقط، نعم، فعل القراءة، إذا حسب إحصاءاتهم، لا خلص نسلم منها صحيحة، يعني 35 كتاب قول بدي أقرأ له 10 صفحات في اليوم. طب أي واحد بيفتح الفيس بقرأ له 10 صفحات منشورات كتابات لناس في موضوعات مختلفة. ولاحظ أنا أتحدث الآن عن فعل القراءة، عن الفعل نفسه. نعم. لا، الواحد بيقرأ أكثر من ذلك، أي واحد الآن على الفيسبوك، على تويتر، مواقع التواصل يقرأ أكثر من هذا العدد في اليوم. فإحنا خلينا نكون دقيقين في موضوع الإحصاءات هذه، ونركز فيها ونفكر فيها جيد. طيب الآن نأتي إلى السؤال، هل العالم العربي
معروف انه يعني القراءه هذا مشكله عالميه مش عربيه، يعني القصد انه ما نتحدث عن موضوع ونعقد مقارنات. خلينا مثلا بدنا نتحدث عن القراءه في العالم العربي، نعزل ولا نقارن. نعم. قول الاوروبي يقرا، اللي مش عارف ايش يقرا الفلان افضل. لا، ما هو اذا بدنا نيجي ندقق معناته اعطونا ماذا يقرا الفرد الاوروبي. هو استاذ عماد، يعني هو استاذ عماد ربما منهجيته في التحدث الدكتور اسلام، ومن حقه ان ربما يعني يبني حديثه على المقارنه، لكن بعيدا عن الانسان الاوروبي، يعني انت من الذين يرون ان الازمه في قراءه في الوطن العربي هي جزء من ازمه عالميه. لو قصرنا حديثنا، نعم من ازمه عالميه، لو قصرنا حديثنا عن المنطقة العربية، أنا سألتك إذا ما كان هناك ارتباط عضوي بين الأوضاع السياسية لمجتمع ما وبين تدني مستوى البحث عن المعرفة والقراءة. طيب، الموضوع القراءة في العالم العربي له جانب تجاري، جانب اقتصادي، جانب سياسي، جانب عقدي. هذه أسباب ليش ما في قراءة في الوطن العربي. لماذا؟ أعطيك مثال. أي وزارة من وزارات الثقافة في الوطن العربي في عندها ميزانية لدعم الكتب والتأليف. أي وزارة من وزارات الوطن العربي، وزارة الثقافة أو وزارات الإعلام حسب الدولة. انظر إلى النتاج الذي تدعمه هذه الوزارة، يعني انظر إلى النتاج، العناوين التي توافق على دعمها، وبعدين اسأل لماذا لا يقرأ العرب. انظر مثلا الى اي كتاب، اعطيني اعلم علامه عربي في اي مجال، على فكره مش فقط في المجال الشرعي، اعلم علامه الف كتاب لم يؤلفه احد قبله. بايش المعيار بكون لهذا الكتاب؟ كم كلف الورق، الحبر، الطباعه كم لون، وعلى اساسه يقوم الكتاب عندنا في الوطن العربي، بزنس، فلوس. يعني مش مهم المحتوى، يعني لا ينظر الى المحتوى، هذا معروف عند يعني هذا كله. هذا ما مرده، ما مرد التركيز على قضايا التجاريه وقضايا الشكليه، ما اسباب ذلك؟ لان طغيان الماده، كل شيء فلوس. يعني ايش وعي وما وعي؟ لكن عفوا استاذ عماد، هذا السبب قد يقول قائل بان هذا السبب مردود عليه، لان الماديه هي جاءت من الغرب ومنتشره في الغرب، لكن مع ذلك هناك تركيز على محتوى الكتاب لا على شكله. احنا بنتحدث الان عن المبدا التجاري اخي، بتحدث عن المبدا التجاري، دور النشر كيف تتعامل؟ اعطيني. طيب، يعني جاوبني، كيف تتعامل دور النشر مع الكتاب؟ طيب، على اساس المحتوى. الكتاب البياع الان، الكتاب البياع بسموه هكذا هم، يعني يوقفون عليه كتاب بياع، يروج في الجامعات، يعني في عقد مع دكتور ممكن بيعرف انه كتابه بياع وممكن يتوزع في الجامعه ويباع للطلبه، هذا ممكن يدفعوا له هم فلوس، مع انه بتكون القيمه اقل بكثير من الكتاب بغض النظر، بيدفعوا له فلوس عليه. اما اي ناشر، اي مؤلف، انا عندي كتابي المرتقى الذي الفته كما قلت لك، يعني وهو فريد من في بابه، المرتقى للمدقق اللغوي، ولد كم، يعني المساله كم كلف الكتاب، نبيعه بدولار ولا بنص دولار ولا باثنين دولار، يعني طب يا عمي محتوى الكتاب. إذن أنت ترى أن هناك إشكالية في موضوع غلبة الجانب المادي، لكن لو دعني يعني طيب لو أذنت لي أن أنتقل إلى 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 الخرطوم لأسأل الأستاذ عثمان، يعني بغض النظر عن هذه الأزمة حجمها شيوعها، أزمة القراءة، أزمة العلاقة بين الإنسان العربي والقراءة، لكن الآن يلاحظ على حتى في مستوى القراء العرب أن هناك غلبة القراءة التخصصية، بمعنى أن المتدينين يقرؤون في الكتب الشرعية حصرا، أن المحامي يقرأ في كتبه، أن الطبيب يقرأ في تخصصه، وهكذا دواليك. هذا يدفعنا، وقليلا ما نجد القارئ الموسوعي الذي يبحث في مختلف صنوف المعرفة. هذا يدفعنا إلى السؤال، هل القضية الآن في كثرة القراءة والقراء أم في ماذا يقرأ وكيف يقرأ؟ شكرا استاذ جهاد. وايضا يعني ضيوفك الكرام، انا استمعت الى الافادات المهمه التي ذكرت قبل قليل في الجدال يعني حول نسبه القراءه وصدقيه التقارير وكذا، يسمح لي بالتعليق قصير جدا على هذا. انا في تقديري اي مراقب امين لظاهره نشاط المجتمعات العربيه عليه ان يعترف اعترافا واضحا، لان هناك تراجع في مستويات المقروئيه، هناك تراجع في القراءه، القراءه فعل حضاري. يعني انا انظر الى سياق الظاهر الاجتماعي ككل، واعتقد ان المجتمعات العربيه تعيش في لحظات متردية اقتصاديه مش ضروره كلها يعني بالنسبه الاكبر فيها، ومتراجعه على مستوى الحريات السياسيه، وبطبيعه الحال هذا ينعكس مباشره على طبيعه
وعي المجتمعات. فبالتالي أنا من أنصار الذين يقولون بأن هناك تراجعا في الوعي العربي، وهذا أيضا واحد مما ظهر وتجلياته تراجع في القراءة. لازم أن نعترف بهذا الأمر. حتى من يزور معارض الكتب، يعني واحدة من الإشكاليات التي تجعلنا ننتقد هذه التقارير، معارض الكتب في المنطقة العربية لا تنشغل انشغالا حقيقيا لتعرف. طيب هذا الزائر أستاذ عثمان، هذا خصصنا محورا خاصا بعد الفاصل لقضية المعارض، وأنا يعني أشكرك على الالتفاتة هذه وهو موضوع مهم. ولكن يعني لو بقينا في قضية، الآن هناك انتشار للمعارض وهناك حقيقة مرتادون، هناك زبائن لهذه المعارض، يعني أنت ترى أن المعارض تحتشد الناس فيها، في سواء في القاهرة، في دبي، في الرياض، معارض كبيرة وتحتشد الناس فيها، في الدوحة. هل القضية في كثرة القراء؟ يعني هل نحن نحتاج إلى كثرة قراء أم نحتاج حتى لو كانت نخب لكن تعرف كيف تقرأ وماذا تقرأ؟ أين القضية؟ القضية في مسألة تراجع المقروية تقصد، مش كده؟ نعم، دي النقطة اللي أنت بتشير إليها يعني. نعم. يعني أنا لأنه أقول هناك تراجع، أنا من الذين يعترفون أن هناك تراجع، أنا لست مشغول الآن إلا بأن ننشط هذه المجتمعات بحيث أن تعود إلى القراءة أولا، ثم بعد ذلك. أعتقد هذا السؤال سابق لأوان، يعني فكرة ماذا يقرؤون ومن عكاس ما يقرؤون. أنا أقول هناك عزوف عن القراءة، وهذا العزوف له أسباب متعددة، ليس فقط أسباب مادية، وقد تكون الأسباب الاقتصادية سبب رئيس. لذلك أنا أعتقد السؤال الآن الأهم، كيف يمكن أن يعود أو أن تعود هذه المجتمعات مرة أخرى بالانشغال حقيقي بدور الكتاب وموقعه؟ هذا ما سنتحدث عنه في المحور الأخير من الحلقة. لكن لو أجملت لنا قبل الذهاب إلى الفاصل إجمالا عن الأسباب التي تراها موضوعية في إعاقة العلاقة بين القارئ والكتاب. الحرية يعني أنا أعتقد أن واحدة من المشكلات التي تواجه الكتابة العربية سقط الحرية، أن ينخفض هنا ويرتفع هناك ويحاكم هنا ويمنع هناك، هذا سبب واحد. السبب الثاني الأسباب الاقتصادية. السبب الثالث أيضا أنه أنا كما قلت لك، أنا لا أنظر للقراءة باعتبارها فعلا خارج عن السياق العام للظاهرة الاجتماعية. الظاهرة الاجتماعية العربية متردية، أن ما الذي يمنع أن تكون القراءة واحدة من مظاهر هذا التردي؟ نعم. طيب الآن لدينا ظاهرة المعارض، معارض الكتب العربية، وهي تنتشر بكثرة في الوطن العربي. نريد أن نبحث بعد قليل دور هذه المعارض بين الواقع الذي تؤديه وبين المأمول والمنتظر منها. نلتقي بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله مشاهدين الفاضلين، ما زلنا وإياكم في الحديث عن العربي والقراءة والود المفقود في هذه العلاقة. دكتور إسلام، قبل قليل تحدث ضيفنا من الخرطوم عن أن الحرية هي الركيزة الأساسية في انقطاع العلاقة، إذا ما صح التعبير، بين القراءة وبين أو بين الكتاب وبين الإنسان العربي. لكن لدينا نحن ظاهرة إيجابية في الدول العربية، لدينا معارض الكتاب العربي منتشرة تقريبا في كثير من المدن العربية، وكل عام معرض أو معرضان على الأقل في كل مدينة عربية. هذه المعارض يعني حقيقة من حيث بنظرة تقييمية، من حيث الدور الذي تؤديه بين المأمول وبين الواقع، نظرة تقييمية برأيك عنها. طيب بالنسبة لموضوع القراءة والمعارض، طبعا ظاهرة انتشار هذه المعارض هذه ظاهرة صحية، نحن نحتاج إلى كم هذه المعارض لبث روح القراءة عند الجميع حتى يكون فعلا ثقافيا مجتمعيا يذهب إليه الآباء والمعلمون والمربون وأصحاب القرار والمسؤولون وطلاب المدارس. فقضية المعارض وكثرتها هذا أمر مهم. أما فيما يتعلق بالخروج من ما سبب هذا التدهور كما ذكر
ضيفكم من الخرطوم أنه الحرية صحيح الحرية، لكن هناك أمور أخرى يعني غير الحرية نحن بإمكاننا أن نصنعها. هذه الأمور هي متعلقة مثلا بدور الآباء كقدوة أولى لغرس بذور الاهتمام بالكتاب وبالقراءة. نجد مثلا قراءة لربما تنعدم في بعض المحطات والفضاءات العامة في الأماكن المختلفة، في بعض الدول نجد أن هناك جناحا مخصصا في محطات القطار أو في محطات الانتظار للقراءة، بعضها يكون على شواطئ، على الشواطئ في هناك بعض الكتب عند الأماكن المختلفة. فقضية إنه الاهتمام بالناحية الثقافية وانتشار الكتب وتهيئة الناس للمكتبات بحيث تكون هذه المكتبات منتشرة في كل البقاع. بعض المكتبات لا تصلح فضاءاتها للقراءة ولا لتحفيز الزائر على أن يأخذ الكتاب ويقتنيه يتصفح صفحاته أو يحدث نوع من الألفة بينه وبين الكتاب. طيب. كذلك هناك أمور أخرى متعلقة بموضوع الكتاب، أننا أصبحنا في هذا الزمن، طبعا نحن لا نعيب دائما الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا. نحن يجب أن نصنع لأنفسنا هذه الحرية أو نصنع لأنفسنا هذا الفضاء المعرفي الثقافي، ومن هذا الفضاء أن يقوم الآباء بإقامة مكتبات في بيوتهم لتحفيز الأبناء على القراءة، هذا أمر مهم. ثم بعض البيوت توجد فيها مكتبات ولكن هذه المكتبات فارغة من محتواها أو غير مفعلة، لا يستطيع الأبناء أن يتعلموا كيف يقرؤون ولا ماذا يقرؤون. لابد حينما نقرأ أن نجيب عن عدة أسئلة وهي الواوات الست، متى تقرأ وأين تقرأ ولماذا تقرأ وكيف تقرأ وأين. هذه الأمور ينبغي أن يتعلمها الأبناء والطلاب. كنا نجد أن هناك في المدرسة يوجد حصة للمكتبة، وهذه الحصة ينبغي يقوم بها المعلم لتحفيز الطلاب على القراءة ولتعريفهم بالمصادر وبالكتب وبتعريفهم بعملية الفهرسة في الكتابة، وكل طالب يأخذ كتابا ثم يحاول فهمه ويلخصه. أين هذه الحصة المكتبية التي ينبغي أن تقوم أن تكون للطلاب؟ نعم. بالنسبة لما تفضل به ضيفك هناك في أرجو أن لا دكتور إسلام، أرجو أن لا نستبق الحديث في الحديث عن موضوع سبل نشر القراءة لأن هذا نخصص له محورا أخيرا، لكن يعني لو أذنت لي يعني أن أنقل أنا لي تفضل لي تعقيب أستاذ جهاد بالنسبة لقضية الإحصاءات والأرقام فيما تفضل به ضيفك في سقرية. قضية الأرقام نحن لا يمكن أن نقول إن الناس جميعا نحن سنضعهم تحت الميكروسكوب أو نضعهم تحت المجهر بحيث نأخذ كل واحد ونقيم عليه استبانة معينة، ولكننا نحن هناك عينة عشوائية. هذا معروف. لو أذنت لي دكتور إسلام لو أذنت لي يعني حتى لا يتحول الحوار إلى قضية فرعية في الحلقة ونهدر الوقت، يعني نريد أن نبقى في صلب الموضوع. وضحت الفكرة وأنا قلت لها نعم ليس قضية فرعية لكن نعم. هي مؤشر نعم. أنا قلت طيب. أنا قلت إنها مؤشر معين على أن العرب تأخروا في الثقافة وهو أقر بذلك واعتبرها جزءا من أزمة عالمية. دكتور إسلام أرجو المعذرة، سأعود مرة أخرى إلى سقارية مع الأستاذ عماد. يعني لاحظنا في معرض الكتاب العربي الأخير الدولي في إسطنبول لاحظنا ظاهرة لافتة وهي ارتفاع أثمان بشكل كبير، أثمان الكتب أرقام مبالغ بها. يحصل هذا بالتوازي مع قضيتين أساسيتين وهو انتشار الكتب الإلكترونية وتوفرها بشكل مجاني للناس، والقضية الثانية أن المقيمين في إسطنبول يغلب عليهم طابع الهجرة أو أنهم لاجئون. يعني كيف تفسر كما لو أن هناك نوع من عدم تبني لهذه المعارض لدورها التثقيفي ودورها في نشر الكتاب بين الناس؟ ألا ترى هذا الأمر أم لك رأي آخر؟ اسمح لي نعم لي رأي آخر. الآن السؤال المعيار أن سعر الكتاب مرتفع، أي كتاب نتحدث؟ ما هو إحنا رجعنا للنقطة نفسها اللي كنا نتحدث فيها في الأول، إنه المحتوى. يعني أنت عندما تقول سعر الكتاب مرتفع، أي كتاب تحديدا؟ ما محتوى أستاذ عماد كل الكتب، يعني بشكل عام كتب الأطفال والكتب العلمية والفكرية والسياسية، نحن نتحدث عن ظاهرة عامة. بالضبط. أنا قصدي نحدد بعض الكتب لا تقدر بثمن، في بعض الكتب لا تقدر بثمن في محتواها قصدي موجود،
فلا أسحب على كل شيء، فيجب أن نحدد أنه إيش الكتب المرتفعة في أي مستوى، لأن كما قلت لك في المداخلة السابقة أنه إحنا الآن للمسألة مسألة كم ورق كم كلفت، يعني هم بيحسبوا مثلا استيراد الورق الطباعة أجور النقل العمال إلى آخره، في حسبة بيحسبها صاحب دار النشر على أساسها بيقوم ثمن الكتاب، وهذه يعني مش تقويم نهائي، يعني بيطلع فيه وبينزل فيه هو حر. لكن لماذا ارتفعت كما قلت لك يا أستاذ الفاضل؟ إحنا مش مشكلتنا لا في سعر الكتاب، أنا مشكلتنا في تحديد دور المعارض. يعني أنا حتى الآن لم أعرف يعني من دور المعارض، يعني ما الدور الذي ينبغي أن تؤديه إذا ما كانت يعني تستغل هذا الوقت لرفع هذه الأثمان والناس في ضائقة والناس لاجئة وهناك انتشار للكتب الإلكترونية. لا لا أنا اسمح لي، أنا هذه في مخالفة، يعني إحنا نحكي الناس ضائقة. طيب تفضل. هذا بس في الكتاب، يعني الناس في مثلا في الأعراس في الأفراح في الحفلات الغنائية في كثير بنفقوا ما بيسألوا، يعني بس عند الكتاب بتصير في ضائقة. يعني إحنا عفوا بدناش نضحك على بعض، إن إحنا نعرف أن كثير من أوجه إنفاقنا في الكماليات، بس بنيجي عند الكتاب اللي ثمنه مثلا 5 دولار 10 دولار مصيرنا ننكسف، بكسرنا سنة كاملة ثمن الكتاب. أما حفلة غنائية تذكرتها مثلا 100 دولار ما عندنا مشكلة، فإحنا هذه خلينا نخرج منها أيضا هذه القضية. طيب. لأنه اللي بده يشتري كتاب زي ما بده يشتري جوال ثمنه 500 دولار 400 دولار بروح بشتريه، بوفر بيعمل أي شيء بروح بشتريه، كتاب 10 دولار مصير له يا عم إحنا ما معنا فلوس، إحنا يعني وضعنا ما بيسمح وهكذا. فهذه بدناش نضحك على بعض فيها. دور المعارض الكتب ودور النشر نحن نعلم وهم يعلمون أن موضوعهم ربحي بحت، تجارة كسبني، يعني كسبني أي كتاب بكسبني حتى لو كان هذا الكتاب إيش مكان مش مو محتوى، بس أنا يجيب الفلوس هذا الكتاب، ما جاب الفلوس ما عندي مشكلة. وأنا لا أريد أن أطلق التعميم لكن أتحدث عن الغالبية الساحقة من دور النشر، هذا عملها وفي استغلال مؤلفين، في استغلال مؤلفين، في سرقات أفكار، في أمور كثيرة لا أريد أن أتشعب فيها. أما موضوع سعر الكتاب هذا أنا واحد الناس الذي لا أتحدث فيه، لأنني كما قلت لك هناك كتب لا تقدر بثمن، ممكن الكتاب يكون 50 صفحة، لكن هذا الكتاب فعلا يعني أخذ من كاتبه عصارة فكره لسنوات طويلة جدا أو تجاربه وصبه في هذا الكتاب. فإحنا خلينا نكون منصفين، نعم خلينا نكون منصفين في هذا الموضوع، لأن القراءة لأن الكتب تجارة، خلاص إحنا إذا اتفقنا على هذا المبدأ أن الموضوع تجاري بحت يصبح أي كلام عن التحفيز وما تحفيز هذا كله كلام فارغ. طيب. يعني حتى أولادنا إذا إحنا ما حفزناهم على القراءة، يعني أي تعال الآن أي 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 عربي ليش أقول أي شاب بسألك سؤال لماذا أقرأ؟ هناك يعني مقولة تقول إنه على سبيل المثال يعني لتوضيح الفكرة، الأنظمة العربية تشجع على حفظ القرآن وتسجن من يطبقه، يعني فهم عليك كيف؟ يعني هو ماشي يقرأ وما في مشكلة، لكن هذا الوعي الذي سيتشكل عندك من القراءة يجب أن يبقى حبيس دماغك ما يخرج. هذه نقطة مهمة جدا، أنه ماشي في كثير، أنا أعرف كثير من الناس الصامتين عندهم من الوعي ويقرؤون لكن بصمت ما بيستطيع يتكلم. أنت تعرف وأنا أعرف والجميع يعرف أحيانا إعجاب على منشور في 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 فيسبوك أو في أي موقع تواصل تعرف إيش بصير فيه. فهذا الوعي انه العرب لا في وعي، انا اعتقد لا في مستوى جيد من الوعي، في مستوى جيد خاصه بعد الاحداث الاخيره اللي صارت، لا تشكل وعي جديد عند العرب. لا ننكر هناك حرب مصطلحات، طيب هناك حرب تجهيل، وهناك صناعه اسمها صناعه التفاهه، هذه يجب ان لا نغفلها، صناعه تنفق عليها تريليونات الدولارات لصناعه التفاهه والتافهين وتنجيمهم. طيب. وجعلهم قدوات هنا هنا عفوا استاذ عماد، يعني هنا يعني يوجد انفاق المليارات كما تفضلت على صناعه التفاهه، وانت يعني سلمت بان هناك ازمه قراءه وازمه بحث عن معرفه في العالم العربي. لو اذنت لي ان انقل بناء على هذه المعطيات السؤال الى ضيفي في الخرطوم استاذ عثمان، اذا ما كان هناك انفاق المليارات على صناعه التفاهه كما اسماها ضيفنا من سقاريا، وهناك ضعف الضيوف كلهم يعني متفقون على أن هناك جذر في العلاقة بين الكتاب وبين القارئ العربي، ما تداعيات ذلك على مستوى الوعي العام الوعي الجمعي عند العرب والوعي الخاص الفردي؟
يعني افتتحت حديثي في بدايه الحلقه انه احنا عندنا مشكله بتاعت وعي. نعم اشرت الى الوعي. نعم ايوه يعني مساله الصرف على الاف الدولارات على سماه غرفه الكريم عصر التفاهه معنى التفاهه هذا تطبيق عملي. ما قلت انه التراجع هو تراجع في الظاهره، وبالتالي هذا المعنى من الاستفلات الذي يسمح لك بان تشتري جوال ب 500 دولار وان تدخل على شراء كتاب ب 50 دولار او 40 دولار، فهذه مشكله وعي، مشكله وعي باهميه دور المعرفه في المجتمع. يعني ده مصداق لتراجع الوعي، انه وهذا ايضا يرتبط ارتباط وثيق بمن مترتب على الانشغال بالقراءه. انا جبير ذكرت لك انه موضوع الحريه أن يعني الوعي، صناعه الوعي هي في النهايه استجابه للتحدي الاجتماعي، فغياب الوعي بالمشكلات الاجتماعيه وضروره التثقيف والتجهيز والاستعداد لمحاضره فهمها على الاقل دعم عنك مواجهتها، يعني هذا مؤشر قوي جدا من اسباب تراجع القراءه ضعف وتراجع الوعي نفسه وزياده نمط استهلاك يمجد هذه التفاهه على حساب المعرفه. يعني هذا هو تقديري، الانصراف عن القراءه لانه زياده معنى استهلاك كما قلت. وهناك جانب اخر ايضا ذكر بيته الكريم انه لا زالت هناك نظره كلاسيكيه او نظره نمطيه حول موضوع المعرفه والقراءه. الكتب صناعه الكتاب الذي انت قلت في بدايه الحلقه تقرير مش عارف 35 كتاب يقراه الاوروبي وكذا، هناك اقتصاديات المعرفه. ها الثقافه في طبيعه الان لما نعيش من وقت حضاري وكذا هي جزء من المعنى الراسمالي نفسه في اوروبا. نحن هنا لازم نتعامل الكتاب بهذه الطريقه خلينا نقول الوجدانيه، يعني بالنسبه انه قال الجاحد عن الكتاب خير جليل وقال المتنبي وقال وكذا، هذا ايضا سبب رئيسي من مشكلات اقبالنا على القراءه. لم تتحول المعرفه الى اقتصاديات، وحينما تتحول اقتصاديات ستنتج مجتمع المستهلك لها، فدي كلها يمكن جمعها تحت لافته عريضه زياده نمط الاستهلاك، زياده الوعي بمشكلات المجتمعات العربيه. هذه هي من مسببات مركزيه لتراجع وضعف القراءه في المجتمعات العربيه. نعم. طيب يعني هذه تحدثنا عن مظاهر أزمة القراءة عند العرب، وأن تحدثنا عن المعارض التي قال بعض الضيوف بأنها لا تؤدي دورها، لكن ماذا عن الحلول؟ هو ما نبحثه في بقية هذه الحلقة التي تأتيكم بعد وقفة أخيرة. أهلا بكم دكتور إسلام. إذا ما أريد تعزيز العلاقة أو الصلح بين الكتاب وبين الإنسان العربي، فأي تحديات تعترض هذا المشروع؟ لا أسمعك بوضوح دكتور إسلام، معذرة، يعني أرجو أن يكون عابرا هذا الخلل. لو تتفضل بالحديث مرة عن التحديات التي تعترض أي مشروع لإعادة العلاقة بين الكتاب وبين الإنسان العربي. أول تحدي هو ينبغي أن يكون محاربة هذا التحدي النفسي الذي يكون قائما، أن هناك علاقة انفصام بين القارئ والكتاب. هذه العلاقة علاقة لربما ليست حميدة. بعض الطلاب حينما يتخرجون في الجامعات يقولون إنهم لن يفتحوا كتابا ولا حتى جريدة، كأنه قد خلقت بينهم وبين القراءة عداوة أبدية. هذه قضية ينبغي أن يصطلح العربي مع الكتاب، أن يصطلح الإنسان بشكل عام مع الكتاب، أن تكون هناك صداقة حميمة بين القارئ
أو بين المتلقي أو بين الإنسان والكتاب. هذا الأمر ينبغي أن يؤخذ في الحسبان. ميخائيل نعيمة يذكر يعني عبارة يقول فيها: عندما تصبح المكتبة كالكرسي والسرير والطاولة وتصبح ضرورة في البيت ومثلها مثل المطبخ، عندئذ يمكن أن نقول إننا أصبحنا متحضرين. العلاقة ينبغي أن تبدأ بالبيت، من البيت، بأن تتجسر هذه العلاقة بين القارئ، بين المتلقي، بين الطفل والكتاب. هذه العلاقة ينبغي أن يغرسها الآباء والأمهات في نفوس أبنائهم. حينما نجد أن مثلاً طفلاً أخذ كتاباً من المكتبة ومزقه ثم يعاقب أشد العقاب، هذا لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن يعطى الكتاب ثم يعني تكون هناك علاقة بطريقة أو بأخرى لتحبيبه في الكتاب. هذا أمر. الأمر الآخر وهو أن يتعود الطفل على القراءة منذ البداية، ليس فقط على قراءة القرآن، إنما علاقة بينه وبين الكتاب، صداقة، بأن يعني يفرض مكان في البيت للكتب والمكتبة، وكيف يتم التعامل مع الكتاب بإمساكه ويعني تلقيه والوقوف أمامه ومناقشة الأب والأم لأبنائهم في البيت حول موضوع معين قرأوه أو قرأه هذا الطفل. الأمر الآخر أن ندعم ونغرس في نفوس أبنائنا، ونركز أيضا على الآباء، على المعلمين والمعلمات في المدارس وكذلك في البرامج الجامعية، على أهمية القراءة وأهمية الساعات المكتبية وتفعيل هذه القراءة، بحيث يتعلم الطالب أو يتعلم هذا التلميذ أن هناك عدة قراءات وأنواع للقراءة. هناك أنواع القراءة يقول البعض إنها يعني قراءات لها ستة أنواع، بعضها تكون مثل القراءة المسحية والقراءة الاستعراضية والقراءة التحصيلية وقراءة جمع المعلومات، وهناك قراءة نقدية، وهناك قراءة متعة للمتعة الأدبية والرياضية والرياضة العقلية. هذه القراءات الست ينبغي أن يتعود القارئ كيف يقرأ ولماذا يقرأ. هذه القراءة لا يمكن أن نقول إن هناك قراءة ناقدة في غياب رؤية نقدية وموضوعية، كذلك لا رؤية نقدية في غياب منهج نقدي متكامل، ولا منهج نقدي متكامل في غياب ثقافة تجمع بين العمق والشمول. طيب. ثم هناك أمر آخر متعلق بموضوع القراءة، وهو أن البعض يعني يجد أنه أنا بطيء في القراءة، فكيف لي أن أقرأ مثل هذا الكتاب الكبير؟ ينبغي أن يتعلم كيف يقسم الكتاب أو النص إلى فقرات أو إلى صفحات، ثم يتعامل مع هذا النص بطريقة أو بأخرى، ويدرب هذا المتلقي على كيفية القراءة السريعة. يقول البعض إنك إذا أردت أن تزيد من سرعة قراءتك فتذكر أن قراءة 250 كلمة، يعني تقريبا الصفحة A4، في أقل من 20 ثانية هذه قراءة سريعة جدا، ثم من 21 إلى 30 ثانية هذه قراءة سريعة، ومن 31 إلى 45 هذه تعد قراءة متوسطة، ومن 46 إلى 60 هذه قراءة بطيئة، وما فوق 60 فهي قراءة تكون بطيئة جدا. لا بد من التمرين والتدرب والدرب طيب والمران على القراءة. طيب أنت معذرة دكتور، يعني ضاق الوقت كثيرا، أرجو المعذرة. أشرت إلى نقاط يعني يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار حقيقة، لكن لو نقلت السؤال إلى الأستاذ عماد، يعني تحدث الدكتور إسلام عن نقاط مهمة لكن بدت كما لو أنها في معزل عن السياق العام، السياق السياسي والمجتمعي والاقتصادي للمجتمع. من المسؤول الأول عن إعادة الاعتبار للكتاب في حياة، في وجدان الإنسان العربي؟ هل هو الدولة؟ هل هو المؤسسات المدنية؟ هل هي الأسرة؟ هل المدرسة؟ النظام التعليمي؟ من أين يبدأ الحل؟ والله أستاذ الفاضل، يعني سؤالك بده حلقات سواليف ساعات طويلة جدا من الحديث. البلاغة الإيجاز. المشكلة والحل. أنت تعرف إحنا في البداية قلنا المهم ماذا يقرأ العربي. يا أستاذ الفاضل قلت لك الآن حجم الكتب وكم الكتب كثير جدا في كتب، يعني قل على مدار 10 سنوات 20 عام، يعني سنوياً في إصدارات كثيرة جداً، ما هذا ما اختلفنا.
أنا المهم عندي الذي يجب أن أركز عليه من وجهة نظري، ما الذي يقرأه العربي؟ يعني إذا لم تكن القراءة قادرة كما كان أسلافنا يؤلفون وغيرهم يقرأ، وهذه القراءة تنعكس في السلوك، تنعكس في الحياة، تنعكس في تقدم الأمة وفي نهضتها، إيش بدي في هذه القراءة؟ يعني مثلا أقرأ لي 30 رواية في السنة على سبيل المثال أو 50 ديوان، لكن أن يؤصل ابتداء مفهوم القراءة وسلوك القراءة كثقافة عامة في المجتمع، بعد ذلك المرحلة الثانية يعني توجيه المجتمع إلى القراءة. ما كلمة ثقافة عامة؟ اسمح لي ما كلمة ثقافة عامة؟ هذه أيضا من المميعات لموضوع الوعي. إيش ثقافة عامة؟ فهمني ما معنى الثقافة العامة، عرف لي معنى كلمة ثقافة عامة. يعني مثلاً أستاذ عماد، أنا أقصد أنه أنا أسألك عن سؤال، هو يعني من المسؤول، يعني من المسؤول عن تقرير عادة أو ثقافة أو سلوك أو سمة المجتمع أن يكون سمته القراءة كالمجتمع الكوري في التقرير كما المجتمع الفرنسي؟ من المسؤول عن هذه الخطوة برأيك؟ ما لا يختلف عليه عاقلاً بالدرجة الأولى أي دولة، الدولة هل تريد مواطناً مثقفاً بثقافة حقيقية، مش هذه الثقافة المائعة والموة، مثقف واعي يعرف حقوقه يعرف واجباته إلى آخره، هل الدولة تريد هذا؟ نعرف كلنا أن دولنا لا تريد. يعني أعطيك على سبيل المثال، أعطيني أي مواطن عربي وقل له تفضل اقرأ الدستور بلده، وقرأ الدستور كامل ما شاء الله، يعني فرغ وقته وقريه وقرأ في القوانين وعرف حقوقه وواجباته وكل شيء، بيستطيع أنه يطبق شيء الذي عرفه؟ يعني هل يستطيع أن يتحصل على حق من حقوقه؟ الآن هو واعي، لا نقول أنه مش واعي، لا واعي وقرأ وعرف كل شيء، هل يستطيع أن يتحصل على حقه بناء على هذا الوعي؟ يعني من اللازم يقول لك ليش أنا أقرأ؟ يعني ما دام هذا الوعي وما دامت هذه المعرفة لن تفيدني، ليش أقرأ؟ هذه من إحدى الإشكالات، يعني أسباب الإشكالات. كما قلت أيضا صناعة التفاهة، التافهون هم الذين يعلون، هم الذين ينجمون، وهم الذين تنفق عليهم الأموال الضخمة، فبيجي يقول لك ليش أقرأ؟ خلينا أصير تافه زي التافهين، يعني أنا بدي برضو بدي أعيش. ففي أسباب كثيرة، الحل أولا وأخيرا بيد الدول. ولذلك يعني الله عز وجل لما أولياء الأمور يعني وضع لهم واجبات وميزهم عن المسلمين في بعض المسائل، لأن على عاتقهم يعني وسيسألون يوم القيامة، يعني غير البشر العاديين الرعية، عليهم مساءلة عظيمة لأن الواجبات التي عليهم عظيمة. ونحن نعرف الآن، يعني باختصار أنا سأختصر لك الموضوع، هناك إرادة للتجهيل وصناعة التفاهة فقط. يعني أي حل ستعطي، أي حل مرحب. إذن أنت لأنه أنت قرارك في إيدك، قرارك ليس بيدك ولا بيد ولا بيد أي، أنت تقصر الحل بالدرجة الأولى على الدولة. ويعني أنا هنا مضطر أن أختم يعني مع الأستاذ عثمان في الخرطوم. أستاذ عماد لو أذنت لي، يعني أدركنا الوقت، هل من لوازم أي حل لتعميم وإشاعة القراءة، جو القراءة في المجتمع العربي، هل من لوازم ذلك تغيير المقاربات ومنهج الحلول، كأن يعمد مثلا إلى الاهتمام والترويج للقراءة الإلكترونية بعد أن بطلت موضة القراءة بالكتاب الورقي مثلا؟ سأعود مرة أخرى لنفس القول، أنه إذا أردنا يعني تحقيق فاعلية هذه القراءة فهناك مطلوبات. أنا ثاني أقول مرة أخرى سرية، نعم هناك دور على الدولة، هذا المفهوم، تقوم أن توفر هذه المنابر والأرضيات أو نقول يعني الحوامل لهذه المعرفة. لكن أستاذ زياد مرة ثانية أقول، القراءة فاعلية اجتماعية ضمن فاعليات اجتماعية أخرى، دون وجود مشروع للنهضة كبير فلا أعتقد أن القراءة ستكون، وإن وجدت ذات فاعلية في التحولات الاجتماعية. طيب أشكرك أستاذ خليل يعني وضيوفي الكرام جميعا، أشكرهم. كان معي الأستاذ عماد كتوت رئيس مركز الفراهيدي للتدقيق اللغوي والتحرير، وكذلك الأستاذ غثان علي عثمان من الخرطوم الكاتب والباحث، وكذلك من مدينة بورصة في تركيا الأستاذ الدكتور إسلام ماهر عمارة أستاذ الأدب العربي والنقد المساعد. كل الشكر لكم على المتابعة مشاهدينا الكرام، في حراسة الله.